روح ولع في نفسك. ولع فيك يا حقير. مسكتك مسكين اهو، مسكين مورفين. انتوا اذيتوا اخويا تعرفوا كده، ودلوقتي هاذيكوا. انزلوا اتحرك. فين الطريق؟ دخان. ممثقين يا اغبياء، الممر بتاعكم اهو. شوية أخبية مجانين، بتعملوا فوق هنا ايه ها؟ ارجع ارجع. انتوا هنا فوق ايه ها؟ بتدوروا عليا؟ انتوا لقيتوني عليهم يا خبر. ممزق مقرف. دبيته انا هرجع. حرامية، مش هينفع اخليهم يشوفوني. كوب خلاص، الممزقين فوق هنا مش هيضايقوا حد تاني. سنت جون، اخبار كويسة. اتكلمت مع ماني يومها ومع ناس تانية. انا عارف انك شغال مع المعسكر، كنت عايز اشكرك بس. مارك كوبلن حول.
سمعني؟ لقيت معسكر الممزقين؟ أيوة يا بوزر، لقيته. تفتكر؟ كانوا هنا بيدوروا علينا. أنا مش عارف يا بوزبان، أنا اتشغلت أكتر في إني أقتلهم أكتر من إني أسألهم. آسف يا صاحبي، أنا كان نفسي أكون معاك. أيوة أنا عارف. تمام، ديك نحول. لقيتك. ده مش كمين. أقرف. مش هخليهم يشوفوني، لازم استعد واجيب عدتي. ما كانش صعب. متهيألي شفت حد هناك. مين ده؟ الناس جاية. هو اللي صدني. يلا اثبت شوية. ايه القرف ده؟
كشف نيرو تاني جوه الكهف. شكلها هنا بقى لها كتير. أيوة، حقن نيرو مسجل صغير تاني. لازم واحد من دول يشرح لي إيه اللي كنتوا بتعملوه هنا بالظبط. ده هيساعدني أفضل مركز. ملاحظة 701، دي تاني رحلة استكشافية في نظام كهف صحراء بورتو، ورقمها هو 15. بمتابعة بحث الدكتور بلاك أكدنا موت مستعمرة كبيرة من يوديرما ماكيوليتر، خفافيش صغيرة، حجم المستعمرة من 3000 إلى 4000. العينات بالإضافة إلى الأعراض المتوقعة من تخطط الجهاز العضلي وتوسع الأوردة وسقوط الفرو وعلامات الأسنان والمخالب وتكسر أغشية الجناح والرقبة والأطراف. بتشبه مرحلة متأخرة من تصرف عدواني لاحظناه في مجموعات الحيوانات. مرة تسجيل أي كان نوع العدوى دي، هي خلت مستعمرة من الخفافيش تقطع نفسها حتت. طبعا مبسوطة إني ما كنتش هناك. بحدد عينات المعمل. أتمنى إن يكون دكتور بلاك غلطان في الموضوع ده. أتمنى أنهم يكونوا غلطانين في الموضوع ده كمان، بس أظن لا. يلا بينا كده كفاية. مانجم وايت كينج. كشف نيرو جوه المانجم. ايوه، حقن نيرو. خلينا نشوف لو لسه شغاله. كويس، حاسس بالبرد شويه. واحد تاني كمان، مسجلات صغيرة. أيوة يا ترى إيه اللي حصل هنا؟ أكيد في آلاف المسوخ هنا مصابين. مش مسوخ، وطي صوتك. يا خبر، أيوة أنا شايفهم. إحنا هنا عشان بدأوا يتحركوا يا دكتور، بدأوا يتحركوا. أنت بتتكلم عن إيه؟
بقى.